مساء الخير. برافو برافو برافو، مرحبا بكم. سعيد جدا سعيد جدا بتواجدي معكم هنا لأول مرة. كي قلت أول مرة مشي معناتها أول مرة في مدينة جيجل. أنا كنت زرت مدينة جيجل في سنة 97 في سنة 98، وخاصة في سنة 98 في حفل خاص لمساندة الأطفال الطفولة المسعفة. واليوم ساعدني الحظ أن نكون هنا في أول خرجة لعمو يزيد في حفلته داخل الوطن، كانت بمدينة جيجل بدعوة من مديرية الثقافة تحت إشراف السيد الوالي. مدبية تعطونا تحية لمديرية الثقافة على النشاطات اللي يديرها في الميناء. جميل جدا، شكرا. أن يكون نشاطات هكذا تستقطب العائلات والأطفال. عجبتكم النشاطات اللي راهي هنا في الميناء يا أطفال؟ عجبتكم؟ برافو. راكم مزروبين باش تدخلوا المدرسة ولا ماذا بكم؟ العطلة تزيد شوية. شوفي ها؟ شوفي أعطي الميكرو للشباب هذا. واسمك؟ سامي. وين تسكن سمير؟ في لاج موسى. في لاج موسى وين؟ مدينة؟ جيجل. مدينة جيجل؟ هنا برك جيت على رجليك؟ ايه. ما جيتش بالطوموبيل؟ انتوما كاع جيتو في، شكون اللي جا على رجليه؟ ها آه يا مليح، ماكمش بعدا مالا. قولي ماذا بيك ندخلوا المدرسة ولا العطلة تزيد شوية؟ العطلة تزيد شوية. اوكي. شكرا سمير. شوفي اعطي لي الميكرو لهذا الشباب هذا. لا انت ايه. يلا تصفيق عليه تصفيق عليه تصفيق عليه تصفيق عليه. واسمك؟ ياسين. ياسين وين تسكن ياسين؟ جيجل. جيجل تاني خيار الناس، الله يبارك. نطولوا العطله شويه ولا نطولوا؟ اوكي. شوفي لنا البنات، شوفي لنا البنات. هذيك الشابه هذيك ليل، هيك هذيك انت هذيك فوالا هذيك هذيك. لا لا هذه ما تقراش، الاخرى اللي تقرا فوالا. تعالي بنتي فوالا. في زوج في زوج، روحوا في زوج معليش. واسمك بنتي؟ احلام. احلام ماذا بك العطله تزيد شويه ولا ندخلوا المدرسه؟ تزيد شويه. تزيد شويه اوكي. وانت واسمك بنتي؟ رانيا. رانيا وين تسكني؟ جيجل. جيجل خيار الناس. ماذا بك ندخلوا المدرسه ولا نزيدوا العطله؟ ندخلوا المدرسه. برافو برافو. تفضلوا تفضلوا. عمو يزيد رايح يغني لكم زوج اغاني. راح نبداو بالعطله. العطله نقول فيها هذه العطله، نتغنى بالعطله نقول درسنا ولكن لم تكن اياما سهله. تغنوا كامل معايا، ومن بعد العطله نغنوا الاغنيه تاع الشابه هذيك صباح الخير مدرستي. اذا تغنوا كامل معايا العطله. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن اياما سهله، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطله. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن اياما سهله، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطله. وها نحن اليوم في عطله. جاءت العطله جاءت العطله فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة نمضي أوقات سعيدة. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة نمضي أوقات سعيدة. نمضي أوقات سعيدة. جاءت العطلة جاءت العطلة فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة جاءت العطلة وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن
تكن أياما سهلة. وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عقبة. يلا يلا كمل معايا. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا لعبا. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا لعبا، لا أمضيه لهوا لعبا. جاءت العمر جاءت العمر فبها نحن مسرورين. جاءت العمر وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة. وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. شكرا 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 شكرا. إذا بذلنا جهدا ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. سمعت أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهو اللعبة. يا أخي ولا لهو أكثر من تقرأوا شوية في العطلة. شكون اللي يقرأ في العطلة يرفد يدو؟ على بالكم يا أطفال ماشي شرط أنكم تقرأوا الكتب المدرسية، يعني أي مطالعة مليحة في العطلة، تقرأ كتب قصص طالع يا أخي. ودركا جات الأغنية اللي تحبها اللي تحبها الشابة هذه اللي قالت لنا أني حابة نرجع للمدرسة. إذا نحن على أبواب الدخول المدرسي، عمو يزيد دالكم أغنية خاصة نقول فيها صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. أفكم ماش نقول فيها؟ انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كذا والنوم. خلاص تحبوا النوم؟ خلاص. إذن صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب. كمل معايا. لا 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 صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كذا والنوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كذا والنوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك طلب العلم. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي. اشتقت لك من الأعماق،
كسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العمل جديد بالجد والاجتهاد. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ عجبتكم الأغنية؟ شوقتكم شوية للمدرسة؟ أنا نحب كي نقول اشتقت لقسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي. راكم متشوقين تلقوا مع المعلمة تاعكم؟ شكون اللي يحب المعلمة تاعو يرفد يدو؟ أوكي. إذن هذا نداء للأولياء، نقول لهم باللي الطفل بطبيعته بالغريزة تاعو يحب المدرسة. إذا كان شفتوا باللي وليدكم ولا بنتكم ما هيش تحب تروح للمدرسة، لازم تشوف علاش، لازم تحوس تفهم، لأنه الطفل بطبيعته يحب المدرسة. بالك عنده مشاكل، بالك المعلمة تضربه، بالك النات موش يدير الواجبات. إذن قاحت الأشياء هذه لازم الطفل، لازم نراعيها عند الطفل. اليوم عدنا ممول الحصة مع عمو يزيد شركة رامي. تحبوا لجي رامي؟ تحبوه؟ سير. إذن ممول الحصة جاب لكم هدايا، وهذه الهدايا ما راحش نوزعها هكذا، راح نطرح عليكم الغاز. تحبوا الغاز؟ اللغز الأول يقول: لا تستطيع أن تحفظه إلا إذا أعطيته لغيرك. ما هو؟ لا تستطيع أن تحفظه، لا تستطيع أن تحفظه إلا إذا أعطيته لغيرك. واش هو؟ أروح وليدي أعطي له الميكرو. أروح أنت يا زعما هدايا شاطر. واشني هي الإجابة؟ الاسم. لا لا، واسمك؟ حسام. وين تسكن؟ في جيجي. سما جيجي حكمتو كاع الصفر الأول، والضيافة راه من اللور. شكون اللي ما يسكنوش في جيجل؟ هيا كاين القدام صافي. انا عم بالي قعدتهم والله. انا نعرف مدينه جيجل وسكان مدينه جيجل مضيافين، انا ضيفوني بزاف، في كل مره نجي يضيفوني فوق اللازم. اذا حبيت نقول بلي سكان ولايه جيجل مضيافين جدا. يعطيك الصحه وليدي، ما هوش الجواب، معليش. شكون اللي عند؟ تعال تعال تعال. متعيه عندك الجواب. واسمك؟ عمو يزيد. واسمك؟ عبد الودود. عبد الودود، وين تسكن؟ جيجل. في جيجل تاني؟ خيار الناس. واش هو الجواب؟ واش هو الجواب؟ قولوا له. نسيت الجواب. انساه. لا 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 لا، ما سمعناش. شوف واحد اخر، اقعد هنا دقيقة، اقعد وراك. زيد. يلا، اروحي بنتي انت، تعالي. واش هو الكادو هذا؟ رامي. وين شركة رامي؟ تخي بيان. جو انتراكتيف. ايوا. واش هو؟ السر. السر. واسمك بنتي؟ فريال. فريال، وين تسكني؟ ميليا. في ميليا، خير الناس. ماهوش السر، ماكيش بعيدة، ماكيش بعيدة. شكون؟ تعالي بنتي، تعالي تعالي. واسمك بنتي؟ آية. وين تسكني آية؟ في عين مليلة. عين مليلة، خير الناس خير الناس خير الناس. واش هو الجواب؟ الكتاب.
الكتاب. لا لا ماشي الكتاب. اروحي بنتي انت، يا تعالي تعالي. واسمك بنتي؟ ايمان. وين تسكني؟ عين دفلة. عين دفلة. او تصفيقه، تصفيقه على الناس عين دفلة، رحبوا بهم شويه. خير الناس، خير الناس. واش هو الجواب؟ الوعد. الوعد. اوكي اروحي اقعدي هنا. اذن الجواب هو الوعد. اعطيني الهديه الثانيه. الجواب هو الوعد. بون تسمعنا باباك قاله لك مي بون معليش. ايه قلته له ونساه عاود قلته له، ولكن تستاهل وليدي الوعد. هاك تفضل. اذن وقفوا هنا، وقفوا هنا نصوركم. تعالي تعالي بنتي، اروح اروح. فوالا. اذن الجواب على اللغز كان الوعد. دونك هذا الشيء تعطيه الواحد، تعطي له الوعد من بعد باش تحفظ الوعد. كاين الغاز اخرى ام جايين يا اخي؟ حاجه اخرى، ما هي الصفات اللي تحبهم يكونوا في الصديق ولا في الصديقه نتاعك؟ سي كوا لي كاليتي كون فو غوتروفي شي ان امي ولا اون امي؟ اوكي عطيلش هذا هدر ولا مازال؟ اعطيلو. واسمك؟ خالد. خالد وين تسكن؟ في تاسوست. وين؟ جيجل. في جيجل. خيار الناس، خيار الناس وليدي. واش هما الصفات؟ احترامه. الاحترام، برافو. اوكي شوفوا لنا الشابه هذه، ارواحي. واسمك؟ اكرام. وين تسكن اكرام؟ في جيجل. في جيجل، خيار الناس. واش هو الصفات؟ الصدق. الصدق، برافو 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 برافو. تعالي بنتي. واسمك؟ ليلى. وين تسكني؟ في سطيف. في سطيف، سطيف العاليه بابا. عين الفواره، خيار الناس بنتي، خيار الناس. بكي تروحي تسلمي عليهم كامل؟ لا هاي. واش هما الصفات اللي تحبيهم يكونوا؟ اخلاص. الاخلاص، برافو برافو. تعال تعال، اروح اروح. انت 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 انت، تعال تعال تعال. اوكي تعال. اللطف. ان يكون لطيفا. واسمك؟ خليل. وين تسكن خليل؟ بيتنا. خيار الناس، خيار الناس وليدي. إذن أن يكون لطيفا، برافو. شوفي الشابة هذه، عطي لها الميكرو. الشابة هذه ليلك، بعتي هذيك، بعتي لها الميكرو بلا ما تجي. معليش معليش بنتي. واسمك بنتي؟ مريم. مريم وين تسكني؟ في الجزائر. في الجزائر، في العاصمة، الله يبارك. واش هما الصفات اللي تحبيهم يكونوا في الصديق ولا صديقة تاعك؟ الاجتهاد. الاجتهاد، يكون يقرا مليح. ها عبالكم هذه صفة جميلة جدا، لازم دائما أصدقائكم يكونوا مجتهدين يا أطفال. إذن نزيدوا نشوفوا هذا الشاب هذه، أرواحي. واش هما الصفات؟ واسمك بنتي؟ رباب. وين تسكني رباب؟ في بيتنا. في بيتنا، خيار الناس، خيار الناس. واش هما الصفات؟ الوفاء بالوعد. الوفاء بالوعد، برافو برافو برافو. لانه عمو يزيد دار لكم اغنيه خاصه بالصديق، واش نقول فيها؟ لي صديق صالح، صالح حسن السلوك مؤدبا، بالخير لي ناصح حنين القلب طيبا. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا، للخير لي ناصح حنين القلب طيبا. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا، للخير لي ناصح حنين القلب طيبا. صديقي صديقي صديقي، أخي ورفيقي. كامل 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 هكذا. بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه، فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه، فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. صديقي صديقي صديقي، أخي ورفيقي. كامل 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 هكذا كامل.
يلا 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 كامل كامل كامل. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل، إن اختلفنا في شأننا نناقشه بلا جدل. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل، إن اختلفنا في شأننا نناقشه بلا جدل. صديقي 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 أخي ورفيقي. بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه، فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه، فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. صديقي 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 أخي ورفيقي. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل، إن اختلفنا في شأننا نناقشه بلا جدل. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل، إن اختلفنا في شأننا نناقشه بلا جدل. صديقي 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 أخي ورفيقي. يلا 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 كامل كامل يا أطفال كامل كامل. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا، للخير لي ناصح حنين القلب طيبا. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا، للخير لي ناصح حنين القلب طيبا. صديقي 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 أخي ورفيقي. شكرا 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 شكرا. راني جد سعيد لاني موجود هنا معاكم يا اطفال، ما تقدروش تصوروا عمو يزيد شحال يحبكم، وماذا بيا كامل كما راكم نستضيفكم ان شاء الله في حصه مع عمو يزيد. لهذا الشيء لازم تتوجهوا لموقع الانترنت عمويزيد.com عمويزيد.com باش تسجلوا نفوسكم باش تقدروا تحضروا معنا في الحصه. حنا كاع الحصه الناس اللي شاركوا فيها نكلموهم بالهاتف ولا بالإيميل. لغز اليوم الثاني يقول، قولكم لغز سهل ولا صعيب؟ سهل. تحبوا الحاجة سهلة؟ تحبوا الحاجة السهلة؟ إذن اللغز يقول يرفع أثقال ولا يستطيع رفع مسمار. هذا نبدلو، هذا تعرفوه خلاص خلاص باين عرفتوه كاع يا اخي. واش هو؟ عرفوه كامل هذا، شاطرين بزاف انتوما. لا لا نبدلو 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 نبدلو. يضرب وجهي ويلصق ظهري، من اكون؟ اعطيني الميكرو للشابه هذيك، اعطي لها الميكرو جوزي قولها. واسمك بنتي؟ فريال. وين تسكني؟ الجزائر. في العاصمة، الله يبارك. واش هو الجواب؟ الكرة. لا لا ماشي الكرة. يضرب وجهي ويلصق ظهري، من أكون يا ترى؟ يا ترى ويا ترى. أروحي بنتي أنت يا، تعالي تعالي. عندك الجواب؟ مسمار؟ هذاك لغز آخر هذاك. أعطينا للشابة هذه، واسمك بنتي؟ إكرام. وين تسكني؟ في حمام الضلعة. الله يبارك حمام الضلعة. وش هو الجواب؟ الريح. لا لا ماشي الريح.
يضرب وجهي ويلصق ظهري. مازال ما جيتيش، شكون هاكي بعيده شويه؟ عطيني الميكرو للشابه هذه. هذه واسمك؟ ندى. ندى وين تسكني ندى؟ في جيجل. في جيجل، خيار الناس. وش هو الجواب؟ طابع البريد. واش رايكم؟ واش قلتي؟ واش هو الجواب؟ طابع البريد. طابع، شكون قالها لك؟ بابا ولا ماما؟ بابا. بابا هكذا. اذا هو طابع البريد. تعالي بنتي طلعوها. اذا الطفلة اللي باباها قالها الجواب، هاي ليك روحي. يا اولياء ما تزيدوش تقولوا لاولادكم الجواب، خلوهم يفكروا شوية. يا اخي معليش، اعطيني الهدية تاعها. الهدية مهداة من طرف ممول حصة مع عمو يزيد. وعمو يزيد شو؟ رامي. تشربي رامي؟ نعم. تحبي الجي ولا الحليب؟ جي. واش من جي تشربي رامي؟ تاع تشينا ولا تعمل؟ تاع الفراولة. الفراولة، رامي ملك الترم تاع الفراولة. تفضلي بنتي، تفضلي بنتي. يلا، أي عند عمو. على بالكم يا أطفال، الجار مهم جدا في حياتنا اليومية. حنا كي كنا صغار كنا كي نرجعوا للبيت ما يكونوش الأولياء تاعنا في الدار، كنا نروحوا عند الجار، نشوفوا تلفزيون، ناكلوا، نقعدوا، نلعبوا مع أولاد الجار. إذا معاملة الجار أحسن معاملة، شيء مهم جدا. لهذا الشيء عمو يزيد دلكم أغنية خاصة بالجار، نقول فيها: جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. يلا كمل معايا. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. الأنظار حالك أحسن طمني، قل لي ما الأخبار. حالك أحسن طمني، قل لي ما الأخبار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. الجيران ربي أوصى والعدنان، أن أسأل عنك دوما، هل أكلت أم جوعان. أن أسأل عنك دوما، هل أكلت أم جوعان. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. يلا كامل 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 كامل. قل لي يا جاري مختار، قل لي كيف أهل الدار، جاري ما حال الأولاد، عيد أمتنا قد عاد. جاري ما حال الأولاد، قد عاد. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري
من تسكن جنب الدار وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. شكرا شكرا يا أطفال. حبيت نقول لكم بلي هذه الأغاني كلها أغاني مكتوبة كاتبينها كتاب كلمات جزائريين وملحنة من طرف ملحنين جزائريين. احنا ماذا بينا والأسباب اللي خلات عمو يزيد يتخلى على الغناء للكبار نهائيا ويعتزل الغناء للكبار ويهتم بالأطفال هو هذا الفراغ اللي كان موجود في الأغاني تاع الأطفال. ربي يوفقنا إن شاء الله ونقدروا نعطوكم مواضيع اللي تفيدكم في الحياة نتاعكم. شكرا شكرا. هيا يا أطفال وهيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهليج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا. تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد والشاطر يعطينا الحل حكايات فيها عبرة حكمة مثل معلومات وبها يا